سمة الحوار ما بين المدير الفني واقف على الخط واللعيبه بتختلف من مدرب لمدرب. يعني احنا كنا بنشوف مثلا بايلر ليه طريقته، وانا من الناس اللي مقتنع ان بايلر عمل نجاحات مع النادي الاهلي كبيره جدا، والراجل قدم حاجه كويسه في خلال مشواره. لكن انا شايف العلاقه ما بين المدير الفني ان موسيماني على الخط وتعليماته، وانه عايش في المباراه، وان اللعيبه حواليه دايما وبتشوفه بيتكلم، فده غير فايلر. يعني مع احترامنا للجميع، لكن ان شايف ده كابتن عادل كمان ليه تاثير ايجابي، وان الكابتن سامي قمصان دايما جنبه بيكلمه بيشاور له، ده تاثير ايجابي كمان. يعني احنا بنتكلم في عناصر زي ما حضرتك بتقول، احنا بنشتغل في وقت قليل قوي عشان نطلع منتج كبير اللي هو ان شاء الله الحصول على البطوله الافريقيه. انا بس مش عايز افوت حته انه كان في ناس كتير قوي متوقعه ان النادي الاهلي هيفوت. مين الناس كتير دول؟ انا ما اعرفش. لا يعني مدى تاريخ النادي الاهلي طول عمره صحيح. انت في التمرين تحب تتغلب، فما بالك في ماتش رسمي؟ يعني لعيبه النادي الاهلي من صغره وهو بيلعب في التمرينه مع بعض ما بيحبش ان هو يتغلب، فما بالك في ماتش رسمي. وحتى كل مدربين النادي الاهلي اللي طالعين لما بيلعب ضد النادي الاهلي بيلعب بنزاهه صحيح وبكفاءه. وانا ياما لعبت ضد النادي الاهلي بنلعب بامانه وبنزاهه. ليه؟ لان احنا تربينا على كده. القله اللي كانت بتحاول ان هي يقول لك انا هشجع الاهلي علشان الزمالك او علشان بيراميدز يتغلب ويبقى المركز الثاني يروح للمنافس، جمهور النادي الاهلي معظمه الشعب المصري. الشعب المصري بيتمتع بقدر كبير جدا من النزاهه والامانه والشرف، ويحب دايما الفوز، وزي ما قلت قبل كده معاكم حب قوي، لان شعب ذواق، حب الاكله الحلوه، حب اللعبه الحلوه. انا بقول لك ليه انا سعيد بالاداء اللي كان موجود في انبي والماتش امبارح واللي قبليه، انه في اداء حلو، بتعرف يعني ايه في مربع مترين في مترين، وتفضل تباصي بساط في منتهى الاداء الراقي بدون تطفيش، وبتبدا من عند علي معلول. الحته دي بتدي ثقه لجمهورك قبل ما تروح الوداد، وبتدي ثقه وبتحبط الفريق المنافس، انك انت في المساحه دي وانت عندك الكفاءات وانت عندك القيمه التسويقيه بتاعت بيراميدز وانبي عاليه، ما هيش قليله، لعيبه كويسه صارفين يمكن اكتر من النادي الاهلي في شراء اللعيبه. فحته ان النادي الاهلي على مدى تاريخه في مره حد بس يفكرنا ان النادي الاهلي فوت ماتش، او في مدرب من مدربين النادي الاهلي وبيلاعب النادي الاهلي فوت ماتش او تساهل حتى دي مش موجوده في النادي الاهلي. وانا اذكر حاجه يعني اخص بها نفسي، انا كنت ماسك غزل المحله وبلاعب الزمالك، وكان كاس مصر بيبقى عباره عن مجموعات، فانا المجموعه بتاعتي كانت الزمالك، المحله، بني سويف، السويس. كسبت بني سويف، ثم كسبت الزمالك في الاستاد 3-0. الماتش الثالث كان في السويس، تليفونات جايه لي من هنا ومن هنا ومن هنا، انه يا كابتن انت الماتش، لان طبعا انا لو اتعادلت او اتغلبت الزمالك يطلع، الزمالك يطلع يخرج بره البطوله. احنا عملنا ايه؟ رحنا السويس وكسبنا السويس في السويس، لان احنا اتربينا على النزاهه والشرف. اللي بيحاول يدخل الجزئيه ديت في ولادنا الصغيرين اللي طالعين اللي مش عارفين، لا خد بالك النادي الاهلي ما عندوش الحته دي، والحته دي ممسوحه باستيكه من اي حاجه ممكن انها تمس تاريخ وسمعه ونزاهه النادي الاهلي.